السلام عليكم خوتي الاعزاء، ان شاء الله تكونوا كاع لاباس عليكم. الفيديو تاعنا النهار اليوم واش راح يكون؟ راح ندي بلاصي بربي ان شاء الله باه نجيب سياره تاع احد المتابعين، مش من السياره الكليو اللي بارطاجيتها عندها كلك وجور، شاها واحد من المتابعين يسكن في ماتس، السياره في نيم، انا نسكن في ليون. اتصل بيا قال لي مبول حيت تقدر تهنيني منها تروح تقلب السياره تفيري فيها اسكو نلوحوا راه منها فيها ولا ما نشروها ولا ما نشروهاش بصفه عامه. انا دركا واش راح ندير؟ راح نبارطاجي معكم لا فيديو تاع اليوم، راح ندي بلاصي على جبهه باش نقلب له سيارته. واش راح نقول لكم؟ خليكم معنا وان شاء الله يعجبكم الفيديو بربي ان شاء الله. يلا نحكموا الطريق. فوالا كملنا مع البيس، درك الديستيناسيون تاعنا وين؟ المترو 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 المترو. حاجة اللي تعجبك هنايا في لي ترونسبور اون كومان تاعهم، هنا عندك الجورنال باطل الصباح ما تخلصوش، ما تسمعش كلمة راهو طارقة، و تفاليدي غير بلا كارت بونكير تاعك. اور سيرفيس راهي اليوم راهي باطل، راهي باطل. كامل يديروا هذا السيستم، يقعدوا في لا دروات الناس اللي ما تحبش تمشي، ويفرغوا لا غوش للناس اللي مزروبه. هنا سي بون، هذيك لا كار قدامي ثم وين نحكم الترا تاعي باش نروحوا للوجهه تاعنا. فوالا كيما شفتوا الديستيناسيون تاعي اليوم نيم، راني رايح نيم سونتر، ومن بعد من نيم سونتر نحكم ثاني ديستيناسيون واحده اخرى بعيده بواحد الساعه في الترا. سمو بسم الله. درك راهي شحال؟ راهي الساعه راهي 7:09 دقائق، عندنا الترا تاعنا يجي على 7:36 دقيقه، نديمارو نلحقوا على 9 نيم، ومن بعد على 9:54 دقيقه نلحقوا البلاصه اللي راني رايح ليها اسمها اليز نورمالمون، حاجه كيما هكذاك. قلبوا السياره تاعنا ونتكلوا على ربي، بالك ممكن ثاني نجيبوها معنا جايتين حتى ليون ان شاء الله. خليكم معنا. وش يعجبك هنا اللي روماركيتها بقوه؟ جامي تسمع باللي ترا راهو اوروطار، ما يعود اوروطار يكون حاجه تاع 5 دقائق 10 ماكس، كاين اسمها انيلاسيون يعاود يرجعوا لك دراهمك فوقها تحتها، ما تسمعش هاد الصوالح هكا ديما في الوقت. بيداو الحصول هذا الترا تاعنا راهو جا، نروح نحكم بلاصتي انا لابواتور 5. اول مره ما نخيرش البلاصه، موالف ديما ندير بزنس كلاس، هذه المره درت عادي خاطر ريزيرفي طروطار شويه. يلا نتكلوا على ربي ان شاء الله نحكموا بلاصتنا. 537 سا دوا تيسي، نروح نشوفوا من البلاصه تاعنا. حكمت بلاصتي 537، جاتني قدام لافيناتر، ان شاء الله ما يكونش حدايا كاش واحد، خطر اول مره والله اول مره ما نديرش بيزنس. ترمال في ندير بيزنس ما نكذبش عليكم، شغل تروح الاس في اللي تساعيتو هذا المره، شغل ريزيرفي طروطار ياسر. واش راح نقول لكم؟ ديستيناسيون نيم، ومن بعد نروحوا للبلاصه هذه الاس اللي قلت لكم عليها، نفيري في السياره تاع الناس تشوفوا كيفاش نقلب سياره، واذا كان عجبتنا بربي ان شاء الله نجيبوها معنا ان شاء الله. تلاقيو في نيم. نيم وصلنا، النيم نيم وصلت لها هنا، حسيت روحي لحقت لأحد ولايات الغرب والله العظيم، شغل تحسها كيما هذاك الولاية تاع الغرب. روحو لافوا دو باش شونجي لو تران تاعي أنا.
Je monte pour aller à l'est, c'est ça? Oui, c'est bien ce train-là. Je monte n'importe où. Merci. Merci. Voilà. نهبط من الطريق الاول ونشانجي نروح باش نروح في التران الزوج. تران صغير مش حاجه كبيره. هذيك لي تواليت هنا حاشيك لي تواليت تاع التران. نروح نحكم بلاصه على روحنا. الحمد لله يا ربي حقنا بالصحة والعافية. نسلنا صاحبنا جي يدينا. الفيلاجات الصغار هذو ديما تلقى فيهم كلش مستف. الله يا الله بزاف ما فطرتش. راح نضربوا فيها قهوة ومن بعد ربي يجيب 90 ان شاء الله. الحمد لله يا ربي لحقنا شفنا السيارة قلبتها مع مولاها وكلش. ما قدرتش ندير لكم الفيديو وانا نقلب السيارة وانا مع السيد ندوموندي في ليزانفورماسيون تسمى سافا ديفيسيل. قاريت في بلاصة دركا باش نوريكم مبوحي كيفاش يقلب سيارة. بالنسبة للناس اللي ما تعرفش يقدر ينفعك هذا الفيديو. بالنسبة للناس اللي تعرف إلى كاش ما نسيت حبة ذا ولو كان تنصحونا نقد بناء كيما نقولوا ربي يبارك فيكم ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي فاهمه زياده الفيديو هذا راك ماكش معني به. الله يرضى عليك هذا الفيديو راك ماكش معني بها. بسم الله. اول حاجه نشوفها انا في السياره خويا العزيز عندي 4 فاصاد عندي 4 كوان. واش معناتها؟ معناتها نشوف لي جدال لافون مع الكوانات زوج لاريير، نشوف القصعه تاعي لاريير، نشوف زوج عرس ونشوف فاصاد لافون تاع السياره. بواش نبدا؟ نبدا ديريكت نفتح الكابون تاعي تاع السياره خويا العزيز. نروح نفتح انا سيارتي، أول حاجة نبدا بها أنا يا خوتي العزيز. نفتح الكابو تاعي تاع السيارة، نشوف لي جدان، نشوف الموتور، نشوف التيكتاش تاع الموتور كيفاش راهو داير. هاو عندك رونو هنا خويا العزيز. أول حاجة تروح لها عندك لي جدان هنا خويا العزيز. راك تشوف الموتور راهو يدور قدامك وراك تشوف. ما كانش تشرنينة زايدة، ما كانش خبطة زايدة. الحاجة الزوجة خويا العزيز راني نشوف هنايا في الفاصاد افون تاع السيارة. اسكو كاينة حاجة في العرصات هذوك اللي راكم تشوفوا فيهم قدامكم؟ اسكو كاينه حاجه مكسره؟ اسكو كاينه حاجه خارجه عن السياره؟ كانوا تشوف السيارات بزاف لو كان ينقص تيكي من التيكيات هذو راح يبان لك خويا العزيز. تيكي من التيكيات هذو لو كان ينقص راهو رايح يبان لك خويا العزيز. صحر هذا بالنسبه للفاس ارمون تاع السياره مع الكابون. زيد نضرب عليه طله قاعدين هكذا كندور خويا العزيز. راهو مات كومبلي ما كانش ماستيك زياده ما كانش حاجه راهم زايدينها هو من عندهم. صلاه على النبي الحبيب. الحاجه الزوجه خويا العزيز عمرك لا تنسى النيمرو تشاسي تاع الطوموبيل 93 78. وين راك راح تلقاه؟ راك راح تلقاه هنايا في العرس خويا العزيز. راك راح تلقاه في هذا الكوتي ولا في الكوتي الاخر سي سير اي سيرتان ان شاء الله. صحه فيري في العرسه كيما راني فتحت قدامك انا كيما هكذاك. نروح نشوفه في الجهه هذه اللي من ربي يبارك فيكم ان شاء الله. فوالا هاو هنايا 93 78 كيما راكم تشوفوا هنا. تفيري في العرس تاعك هنايا وما لازمش تكون كاينه حجره تحت الفيرني. لازم كي تفوت يدك هكذاك تكون ملسه ياسر ملسه 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 فوق اللازم. تفتح بيبانك خويا العزيز وتشوفهم كومبلي في قرضك خويا العزيز. وما لازمش تكون بنتوره طالعه فوق النيلو. وما لازمش تكون الكوانة هذه التفاصيل هذون ما لازمش يكون طالع وهابط. لازم تشوفوا مرايا. وما لازمش تكون ياسر حوايج خويا العزيز. تفتح لاريير تاعك خويا العزيز ها هي ليك هنايا. عندك هذا الوذنات هنايا هكذاك دك ديريكت تجبدهم تشوف السياره من الداخل. هنا الداخل راهي مليحه ماهيش مليحه. كاين حاجه كور ايترونجي ما لازمش يكون كاين كور ايترونجي في السياره خويا العزيز. هكذاك شوف وتفتح القصعه تاعك. الماستيك هذا ما لازمش يكون غريب معناتها في حاجه خارجه منا هاك تشوفوا فيه هنا هكذاك. ها كيما راكم تشوفوا قشها باين باللي مازال ما فيه المات هذاك مازال باين باللي جديد خويا العزيز. زيد هنايا ما كانش حاجه غريبه. نروح انا لامال تاعي خويا العزيز. البالونات ما فيهمش لي طراس تاع المفتاح مش مفتوحين. ما كانش حاجه غريبه. الجرافيزم تاع السياره ولا باس عليه. الفيرني باين باللي جديد. ليطه تاع السياره ما
خويا ما الله ما نقدرش كيفاش نوصفها لك، مي ما لازمش تحشم وتتقلب وتعقب في يدك. حاجه اخرى اللي نزيد نركز لك عليها خويا العزيز، التفاصيل هذو هذو راك تشوف الخطوط هذونا، ما لازمش يعود الخط طالع ولا في بلاصه من البلايص جاي مسقم ولا شغل، لازم كيما تشوفو يديماري كيما تشوفو ينتهي. هذو زوج كوانات شفناهم جهه العرصات كيما راكم كنتو تشوفو خاوتي العزاز شفناهم. نروحو للحوايج اللي يبدا منهم التقلاب تاع السياره، الا وهو خويا العزاز كي تجي انت وتشوف خيال السياره من برا باينه لابانتور تاعها، تفوت بيدك كان جينا عند لاطول هكذاك، نقعد نمس هاني نمشي ونمس. ها هنايا ما كانش، هاي اللي كان هنايا عادي ما كانش حجره تحت الفيرني. اختار اصعب وقت تقلب فيه السياره هو هذا الوقت، كي تعود المطر تصب راهي صعيبه باش تقلب سياره. دوك نروحوا لكوتي الانتيريور، لازم الانتيريور تاع السياره خويا العزيز يجي المات هذاك. راه كاين واحد النوع من الدا هكذاك تلقاه في القفل، ما تلقاهمش كلاصي خويا العزيز، تلقاها بارتو ميم في الفولون هنا هكذاك، ميم هنا في القفالي، ميم هنا في المخارج تاع الكليماتيزاسيون، ميم في اللوفي دو فيتاس. هذا لي بواني وهذا الاماكن هم اول كونتاكت مع السائق، تما كي يطلع الكونديكتور اول حاجه راح يديرها واش راح يدير؟ راح يمس الفولون هكذاك، راح يلوح يدو في الفيتاس. ماشي 10000 كيلو ماكش راح تلقاها طايبه هنايا، ماكش راح تلقاها مخبشه هنايا، ماكش راح تلقاها شغل ممحيه كيما نقولوا حنا وفاسده، راك فهمتني؟ تلقاها جديده، تلقى النوع هذاك تاع المات. مانيش عارف اسكو راه يبان لكم ولا لا، نورمالمون راح يبان لكم خاوتي العزاز. هذه بالنسبه للكاروسي الدخلانيه، نوضت سيارتي نقعد نشوف الروفيري كاش ما نلقى حاجه كور اترونجي، راني نمس بيدياتي راني نشوف الحاله تاع لي سياج. ها كلش راه يبان لي الله يبارك في بلاصتو مريقل. انايا هذه طريقتي في تقلب السياره، انا قبيله وانا قاعد نشوف نشوف السياره فيها تخباشه هنايا صغيره راني شفتها سقسيتو عليها، ماهيش حاجه كراف، هذه حاجه تكاوها عليها ولا حاجه ضربت الطابلو هنا مادام موش مقطع، ماهيش حاجه قال كراف. حاجه واحده اخرى ما كانش كور اترونجي يسموهم هذوك المجسمات خارجيه كيما نقولوا حنا. حاجه اخرى اللي تزيد تعاونك بوكو بليس في الرونو الجدد هذون، لي بار بريس تاعهم لي فيناتر تاعهم كاع فيهم هذا السيناتور الصغيره اللي راكم تشوفوا فيها خوتي العزاز، تلقاها في لي فيناتر، تلقاها في التريونجل الصغير هنايا كيما راكم تشوفوا. ها هي اللي هنا، ها كيما راكم تشوفوا خوتي العزاز السيناتور هذه تلقاها في البار بريس، تلقاها منا. اذا لقيتها في واحد فيهم ما كانش اعرف بلي السياره هذه في الكوتي هذا، نروح نشوف بوكو بلوس. فهمتني فهمتنيش؟ خوكم بوحيد يزاد كيما هكذا كيقلب السياره، ان شاء الله نكون نفعتكم بطريقه التقلب تاع السياره تاعي. واش راح نقول لكم؟ اللي عنده معلومات يحب يزيدهم منا مرحبا وسهلا خويا العزيز. هذا ما يمنعش انك تشوف لي سيت اللي فيري فور كيلومتراج، وما يمنعش انك ماذا بيك لو كانت عندك فاليز ولا واحد عنده فاليز يفيري في لك كيلومتراج في لي زانجيكتور ولا يفيريهم لك في حاجه معناتها مانيش عارف كيما نقولوا حنايا في المفتاح ولا كيما المازوت، راه عندها بزاف طرق باش تفيري في الكيلومتراج تاعك. واش راح نقول لكم خوتي العزاز؟ ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي، واللي عنده اي اضافه مرحبا به. يلا ان شاء الله نحكموا الطريق بالسياره، نتفاهموا مع السيد نقضوا معاه صوالحنا ونحكموا الطريق اذا كتب المكتوب ان شاء الله. الحمد لله لك يا ربي، بعد ما قلبنا السياره تاعنا كيما كنتوا تشوفوا خوتي الاعزاز من ناحيه لاكاروسري، من ناحيه ليطه تاع السياره، من ناحيه الكونتور تاع السياره، بزاف صوالح خوتي لازم تشوفهم. كيما كنتوا تشوفوا خوتي الاعزاز لازم تفيريفي كلش، ولازم ما تحشمش، لازم ما تحشمش وانت تفيريفي في السياره تاعك. علاه؟ على خاطر راك قاعد تحط في درهم. حكمنا الطريق خوتي الاعزاز كيما راكم تشوفوا، راني رايح للدار اذا كتب المكتوب ان شاء الله، نخلي السياره عندي في الكراج نخدم له الاو اكس ا تاعها ان شاء الله. دوك نبارطاجي معاكم كيفاش نخدم الاو اكس ا ان شاء الله، فهمتوني؟ وبربي ان شاء الله خوتي الاعزاز حتى نورغانيزي مع مولاها وقت نديها له السيد مولاها من مات، مولاها من مات تسمى نورغانيزي معاه نهار اللي نعود نديرو ثاني كيسي كيف كيف السياره تاعو. بارطاجي معكم لا جورني كيما راكم تشوفوا المطر والله ما خطاتنا من بدايه الفيديو دي مارينا الصباح 6 تاع الصباح كانت المطر تصب، هاني راجع ديجا راه الزوج مازالت المطر تصب. واش راح نقول لكم خوتي الاعزاز؟ خليكم معنا نلحق للدار نقاري السياره في الكراج ونختموا لا فيديو تاعنا اذا كتب مكتوب ان شاء الله. أوه الحمد لله لك يا ربي، وصلنا للدار بالصحة وعافية ورزق الناس الحمد لله لك يا ربي، لاباس عليه، حطه في الكراج حفاظا على أرزاق الناس خوتي العزاز، وربي يجيب التسعين إن شاء الله خوتي العزاز. واش راح نقول لكم؟ كان هذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم، شفتوا معايا كيفاش ديماريت باش ريكيبيري سيارة الناس، شفتوا معايا كيفاش مقلب أنا السيارة، هذه طريقتي في تقلب تاع السيارة خوتي العزاز.
حضرتوا للطريق كيفاش المطر ربي يبارك ما خطاتناش. ان شاء الله يكون عجبكم هذا النوع من الفيديوهات تاع الخارجات كيما هكذاك. اكتبوا لنا في التعليقات اذا كان عجبتكم الطريقة تاع الفيديو هذه خوتي الاعزاز، ولا عجبكم هذا الستيل تاع الفيديوهات. نعود نكثر لكم منهم خوتي الاعزاز، كل ما نروح نريكيبيري كاروسا، كل ما نتعامل مع الناس نبيبلي معكم. حاجة واحدة أخرى نقولها لكم في آخر الفيديو خوتي الاعزاز، أنا نقدر نبارطاجي معك السيارة، نقدر نبارطاجي معك شحال شريت، يا باتوزي ما عنديش مشكل في هذه، بصح باش نبارطاجي معك الشخص اللي شرى، أنا هذا قلت لكم والله غير دايرو برانسيب لاباج تاعي ما نقدرش نديرها. كل واحد والمارير تاعو في العمل، كل واحد ربي يسهل عليه خوتي الاعزاز، مي أنا ما نقدرش، أنا هكذاك درتو برانسيب. اللي يحب هو يدير فيديو ربي يسهل له، والله العظيم الحمد لله لك يا ربي خدمت مع ياسر ناس. كي تشوفوا يحشم هكذاك وكلش اشاك فوا لازم انا نسقسيه نبارطاجي كون بارطاجي، يقول لي ما نعرفش نهضر نحبس جايتي، قلت بطلت كاع سي بور سا. واش راح نقول لكم، ربي يبارك فيكم ان شاء الله. اللي ما شريتلوش وما ريبونديتش عليه مش معناتها ما حبيتش نشري له، ما كاش اللي يقول على الدراهم لا، ما كاش اللي يقول على الخدمه لا، معناتها ما ريسكيش بيك نقعد مقرضي علاقتي معاك زينه ونخسرك على اساس اني ما قدرتش نعاونك، خير ملي نخسرك على اساس اني ما عرفتش نخدم معاك ولا ورطتك في حاجه ماهيش مليحه. خوتي بارك الله فيكم، ما تنساوناش من لايك شير لا فيديو ربي يبارك فيكم ان شاء الله. واللي مش مشترك بالقناه اشترك في القناه ربي يبارك فيك ان شاء الله. فضلا وليس امرا ابعث الفيديو هذا لاصحابك احبابك، قول لهم يا ودي دعمونا ولد بلادنا يستاهل الدعم، دعمونا ولد بوكو ما تدعموش مبولحي. تهلاو في روحكم، تلاقاو في ساعه زينه لخوتي، سلام.